بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. هنا نتكلم عن ايش؟ اللاين انتجرال اوف فيكتور فيلدز اوف تو فيريبل. طبعا هو يجي لك ممكن يجي لك بايش؟ تكامل. انا هنا حاطه ايش؟ اربع تكاملات لاربع حالات. طبعا احنا نتكلم تو فيريبل هنا. ما عندنا تو ايش؟ تو فيريبل. وبالتالي يا ولدي انا لو عندك فانكشن اوف تو فيريبل وهي فيكتور فيلدز يا يعطيك اياها على شكل كذا او يعطيك هذا الشكل. كيف تعرف انها كونسرفيتف؟ اذا كان مشتقة الكومبوننت الاولى بالنسبه للواي تساوي مشتقة الكومبوننت الثانيه بالنسبه للاكس فهي كونسرفيتف. اذا كانت كونسرفيتف وكان التكامل على كلوز باث فهذا التكامل بصفر. اذا كانت كونسرفيتف والتكامل ما هو على كلوز باث اذا هي لها بوتنشال فانكشن. اذا كنت كونسرفيتف لها بوتنشال فانكشن جيب البوتنشال فانكشن وقيمه التكامل ما هو ليش؟ البوتنشال فانكشن عند نقطة النهاية ناقص قيمة البوتنشال فانكشن عند نقطة ايش؟ البداية. إذا ما هي كونسرفيتيف معناه انه بي واي لا تساوي كيو اكس. وبالتالي نستخدم إذا كان الباث سمبل وكلوزد. سمبل وكلوزد وبوزيتيفلي اورينتد. لو هو بوزيتيفلي اورينتد حتاخذ ايش؟ ناقصه. لكن لو هو بوزيتيفلي اورينتد فالتكامل يصير التكامل على الريجن. الريجن اللي هو ايش؟ يكون حدوده ايش؟ السي. الريجن اللي يكون هو داخل السي، السي هو الحدود له. تكامل على هذا الريجن دبل انتجرال لكيو اكس ماينس ايش؟ بي واي. اما اذا ولا واحده من دول ترجع للنظريه للطريقه القديمه، تجيب الباث اللي هو الار اوف تي تشتقها تعوض عن الداله بايش؟ بقيمها في الباث وتسوي دات برودكت بين ايش؟ بين قيمه الفانكشن عند الار اوف تي مع المشتقة حيعطيك سكيلر كاملها على الفترة على فترة ايش؟ الباث. الباث ما عندنا الحين هنا قلنا انه من اي وبي. اذا تكامل على اي وبي خلينا نبدا بالتكامل الاول. خلينا نبدا بالتكامل الاول اللي هو التكامل على ايش؟ رقم واحد. اذا حنحل المثال الاول تكامل على سي. لاحظ انه ما في دي اكس معناه انها بواي بصفر. هو ايش؟ اكس تربيع واي. عندي اكس تربيع واي زائد ساين اكس دي واي. ساين اكس دي واي. وشوف ايش هو السي. السي هي على البارابولا من صفر صفر الى باي باي تربيع. اذا السي هو ايش؟ على البارابولا واي يساوي اكس تربيع من فين؟ من صفر صفر الى ايش؟ الى باي وايش؟ وباي تربيع. اذا حشوف الان الاف حقتي اف اكس واي حتساوي صفر عشان ما في دي اكس وهذا ما هو ليش؟ اكس تربيع واي زائدا ساين اكس. ابغى اشوف هل هي كونسرفيتيف. مشتقة الكومبوننت بالنسبة لواي صفر، مشتقة الكومبوننت بالنسبة لاكس 2 اكس واي زائد كوساين اكس، بالتأكيد ما هم متساويين، إذا اف از نوت كونسرفيتيف. اف از نوت كونسرفيتيف. وأيضا الباث C is not closed. فهمت؟ يبدا من صفر وصفر ينتهي عند ايش؟ باي وباي تربيع. اذا ما عندك الا الحالة الرابعة. تجيب الباث تعوض في الدالة وبعدين تجيب طرق في المشتقة، يعني هذه الطريقة. اذا اول شيء حقول اول شيء السي. السي ار اوف تي معرف كالتالي. تي بالنسبة للاكس والواي تي تربيع. وعندك حدود الاكس بين كم وكم؟ بين صفر وايش؟ وباي. الآن حتجيب مشتقته، حتقول R برايم اوف تي. هذا حيعطيك واحد وانا حيعطيك كم؟ 2 تي. عوض في الدالة اف R اوف تي. كل اكس حتحط مكانه تي، كل واي حتحط مكانه تي تربيع. وكل ايش؟ هذه هي خلاص. إذا الكومبوننت الأولى بصفر. الآن هذا الاكس حتحط مكانه كم؟ تي تربيع. في تي تربيع ينظر يصير ايش؟ تي أس 4. تي أس 4 زائدا ساين اكس. اذا هذا ساين تي. الان نسوي دات برودكت بين اف ار اوف تي دات ار برايم اوف تي. حيعطيك واحد ضرب صفر حيعطيك صفر زائد تي تربيع ضرب الكومبوننت دي حيعطيك كم؟ 2 تي أس 5 زائدا 2 تي ساين تي. يعني في النهايه حيعطيني كم؟ حدين 2 تي اس 5 زائد 2 تي ساين تي. اذا حكامل دي على هذه الفتره. اذا حقول التكامل
على C X تربيع Y زائد ساين X مضروبة في دي Y. هذا يساوي التكامل من صفر إلى باي لكم؟ 2 تي أس 5 زائد 2 تي ساين تي دي إيش؟ دي تي. التكامل الأول سهل، الثاني انتجريشن باي بارت، يعني حستخدم فيه إيش؟ الانتجريشن باي بارت. هنا أغير القلم بس، هنا أجي هنا أقول إنه هنا إيش؟ الساينز وهنا اليو هناك الدي في، إذا هنا الساينز وهنا يو وهنا ايش دي في. عندي ايش اثنين ساين، اول شيء يبدا بزايد اثنين تي وهنا ساين تي، خط ناقص اثنين ناقص كوساين تي، بعدين زايد صفر وهنا كم ساين تي ناقص طبعا. اذا التكامل حيصير زي ذا في ذا مضروب في ذا، ذا في ذا مضروب في ذا. اذا حقونا الان حكامل، تكامل الجزء الاول حيصير اثنين على ستة تي أس ستة زائد هذا ايش حيعطيني؟ 2 تي ما في حيصير ناقص ما في زائد. حينضرب ذا في ذا، إذا ناقص 2 تي في كوساين ايش؟ تي. بعدين ناقص في ناقص حيعطيني زائد 2 ساين تي. مرة أحط باي يا ولدي مرة أحط ايش؟ أحط صفر. لما هذا تصير ثلث تي أس 6 ناقص 2 تي كوساين تي زائد 2 ساين تي. مرة حط باي ومرة حط ايش؟ حط صفر. حط الباي يعطيك ايش؟ باي على اس 6 على 3 ناقصا حيصير 2 باي في كم؟ في ناقص اذا زايد زايد 2 باي. لما تحط الباي هنا بصفر، لما تحط الصفر ما راح يعطيك ولا حاجه. اذا هذا الناتج النهائي تكامل التكامل ما هو ليش؟ باي اس 6 على 3 زايد ايش؟ 2 باي. هذه الاولى. نجي للتكامل الثاني، ايش هي؟ برضه تكامل زي كذا رقم 2 اثنين تكامل على سي اي اكس دي واي ولا دي اكس؟ اي اكس دي اكس. حلو، اي اكس دي اكس. والسي نبغى نشوف السي، ايش السي؟ السي يا صاحبي هذا شو السي؟ اكس يساوي واي تكعيب من ناقص واحد ناقص واحد الى واحد وواحد. حلو، اذا اكس يساوي واي تكعيب، السي على الـ على الـ اكس يساوي واي تكعيب من ناقص واحد ناقص واحد إلى كم؟ واحد وواحد. إذا حجيب أول شيء الإف، إف أوف إكس وواي يساوي إي إكس وصفر، يعني ما في دي واي. إيش تقرأ بالنسبة لواي؟ صفر. إيش تقرأ بالنسبة لواي؟ صفر كمان. إذا هذا حقول هنا بي إكس وواي هذا يساوي إكس، كيو إكس وواي يساوي كم؟ صفر. بي صب واي لإكس وواي حيساوي صفر، وهذا يساوي كيو صب إكس لإكس وواي. hence F is conservative. طبعا الدالة ما هي الباث ما هو إيش؟ ما هو closed، لأن يبدأ بناقص واحد واحد ويروح إلى كم؟ واحد وواحد. إذا مو closed ما يهم، لكن التكامل حيصير سهل بما انه في كونسرفيتيف. اذا there is a function if x و y such that، نبغى نجيب الفانكشن دي انه ايش؟ if x و y تساوي الجريدينت ل اف اكس وواي. هذا معناه انه اي اكس تساوي كم؟ اف صب اكس ل اكس وواي، هذا رقم واحد. وصفر يساوي ايش؟ اف صب واي ل اكس وواي، هذا رقم اثنين. كامل ذي بالنسبه لاكس يا ولدي. بالنسبه لاكس حيعطيك زي ما هي اي اس اكس، اذا اف اف ما هي ايش؟ اي اس اكس زائد ايش؟ اتش اوف واي. الآن اشتق لي بالنسبة ليش؟ الواي وساويها برقم اثنين حيعطيك صفر يساوي المشتقة بالنسبة لواي، وهذه لما تشتقها بالنسبة لواي حتعطيك ايش؟ اي اكس زائدا اتش واي، حتعطيك صفر زائدا ايش؟ اتش برايم اوف واي. اذا اتش برايم اوف واي يساوي صفر، اذا اتش اوف واي ما هي الا كي،
هذا يؤدي الى انه ايش؟ اكس اوف واي يساوي كم؟ يساوي كم؟ اذا اف اكس وواي ما هي الا ايش؟ اي اكس زائد ايش؟ زائد كي. بما انها ايش؟ كونسرفتيف، التكامل ذا تافه، قيمة البوتنشال فانكشن عند ايش؟ عند نقطة النهاية ناقص قيمة البوتنشال فانكشن عند نقطة البداية، اذا التكامل على سي اي اكس دي اكس حيساوي اف اوف واحد واحد ناقص اف ناقص واحد ناقص واحد. إذا هذا عوض عن الإكس هذا يعطيك إي زائد كي. هنا إيش حيعطيك ناقص إي أوس ناقص واحد زائد كي. الكي حطير يعطيك إي ناقص إي أوس ناقص واحد، أو ممكن تضرب فوق تحت في يصير إي تربيع ناقص واحد على إيش؟ على إذا هذا قيمة التكامل. نيجي ليش؟ الحالة الثالثة. عندك ساين واي زائد إي إكس كو إكس كوساين واي على ال إذا هنا نبغى نحسب التكامل ده ثلاثة. مثال الثالث. احسب التكامل اف دي ار على سي وير الاف لاكس وواي تساوي ساين واي زائد يوس اكس بعدين اكس كوساين واي والسي مقدم بالتالي ار اوف تي يساوي واحد ناقص تي تربيع تي ناقص تي تكعيب وناقص واحد اقل منها يساوي تي اقل منها يساوي واحد. هلا هل الاف كونسرفتيف؟ الان بي اكس وواي ايش تساوي؟ تساوي ساين واي زائد يوس اكس. كيو اكس وواي ايش يساوي؟ تساوي اكس كوساين واي. الان بي صب واي لاكس وواي ايش يعطيك؟ كوساين واي اشتقيتها. وكيو صب اكس لاكس وواي ايش حتعطيك؟ كوساين واي. إذن بي واي يساوي كم؟ كيو اكس. هذا يؤدي لأنه اف ايش؟ از كونسرفتيف. هل السي كلوزد؟ نعم السي كلوزد. السي ار اوف ناقص واحد ايش حيعطيك؟ حط ناقص واحد يعطيك صفر هنا. وهنا حيصير ناقص واحد زائد صفر كمان. ولو حطيت ار اوف واحد برضه حيعطيك صفر ار اوف واحد. اذا السي كلوزد، اذا التكامل بصفر. هنس داس اف از كونسرفتيف سيرفتيف اند سي از كلوزد. اذا التكامل على سي اف دي ار هذا يساوي كم؟ يساوي صفر. وأن تكون وضحت الفكرة. الآن بقينا آخر واحدة الأربعة ويصير كذا خلصنا المثال لكل واحدة. عندك إكس تربيع زائد واي تربيع دي إكس، إكس تربيع ناقص واي تربيع دي واي على المثلث صفر اثنين واحد صفر واحد. طيب هنا أربعة حاجة ليش؟ أربعة عندي التكامل على سي إكس تربيع زائد واي تربيع دي إكس زائد إكس تربيع ناقص واي تربيع دي واي وعندي سي المثلث. المثلث اللي جاي زي كذا. انا احضر خلينا نشوف. كانه من كم؟ من صفر وصفر، خلينا نقول من صفر وصفر. صفر وصفر. إلى كم؟ 2 و1، أنا كان شفت 2 و1. صفر وصفر إلى اثنين وواحد وبعدين صفر وواحد يمشي لاثنين وواحد. إذن خلينا نقول هذا واحد وهذا اثنين وهذا واحد وهذا اثنين. تجد إنه اثنين وواحد يعني لين هنا شوف. بعدين يرجع إلى شوف جاي زي كذا بعدين يرجع إلى ذا. رؤوسه ولا لا؟ شو رؤوس المثلث؟ رؤوس المثلث صفر صفر اثنين واحد صفر واحد يعني زي كذا صفر صفر إلى اثنين وواحد اثنين وواحد إلى صفر وواحد وبعدين نرجع إلى صفر صفر. إذا هذا المثلث هذا الطريق حقك خلني أرسمه بالأخضر جاي زي كذا. يا شيخ استنى هذا الجزء الأول بعدين راجع زي كذا بعدين راجع زي كذا وهذا الدايركشن
دايركشن عكس عقارب الساعة. طيب الآن خلينا نشوف هل هي conservative ولا لا. عندك بي اكس وواي ايش هي؟ اكس تربيع زائد واي تربيع. كيو اكس وواي ايش هي؟ تعطيك اكس تربيع ناقص واي تربيع. الآن جيب بي صب واحد اوف اكس وواي، هذا حيعطيك ايش؟ 2 واي. كيو صب اكس لاكس وواي، هذا حيعطيك كم؟ 2 اكس. ما هم زي بعض بس السي كلوزد، اذا هي مي كونسرفيتيف والسي كلوزد، اذا جرين ثيري على تجيب معادلات. هذا واضح معادلاته حقيقة، هذا الريجن، هذا واي يساوي كم؟ واي يساوي واحد، وهذا اكس يساوي كم؟ يساوي صفر، وهذا ميل مستقيم، هذه النقطة كم؟ 2 و1 يمر بصفر وصفر، إذا فرق الصاد، إذا النص ميلو هذا حيساوي نص اكس، فقط نص اكس، لما الاكس ب2 والواي ب1، إذا أنت تعرف الريجن كله، هذا هذا الدي. إذا التكامل على سي اكس تربيع زائد واي تربيع دي اكس زائد 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 اكس تربيع ناقص واي تربيع دي واي، هذا يساوي التكامل على دي لايش؟ كيو اكس ناقص بي واي دي اي، واي هذا الريجن. اذا هذا حيساوي التكامل على دي، ايش حيعطيني؟ 2 اكس ناقص 2 واي، وبسوي دي اي دي اي. انا ما تفرق عاد، حكامل بالنسبه لايش؟ حكامل بالنسبه لبرا بالنسبه لاكس. اذا حقول التكامل، تكامل 2 اكس ناقص 2، اقدر اخذ الاثنين برا ما تفرق عاد. حقول دي واي وهنا ايش؟ دي اكس. الاكس يمشي على محور اكس صفر الاثنين. بعدين حاجه زي كذا. ابى اشوف قيم الواي، نص او اكس على 2 وهنا كم؟ 1. إذا يلا هذا حيساوي التكامل من صفر إلى 2، حكامل بالنسبة لواي، حيعطيني 2 اكس واي ناقصا واي تربيع. مرة أحط واي بكم؟ بواحد، مرة أحط واي بكم؟ بإكس على 2 دي اكس. هذا حيساوي صفر إلى 2، أحط الواي بواحد، حيعطيك 2 اكس ناقص واحد، ناقص، حط الواي بإكس على 2، حط إكس على 2، إذا هذا إيش؟ حيعطيني إيش؟ اكس تربيع ناقص اكس تربيع على 4، بعدين دي اكس. حطيته هنا طابت الاثنين مع الاثنين وصح، اعطاني اكس تربيع. حطيته هنا صار ايش؟ اكس تربيع على 4. اذا هذا حيساوي تكامل من صفر الى 2، هذه 2 اكس زي ما هي ناقص 1، هنا حيعطيك كم؟ 3 ارباع، 1 ناقص ربع 3 ارباع، ناقص، اذا ناقص 3 على 4 اكس ايش؟ اكس تربيع دي اكس. كامل بالنسبة لإكس، هيعطيك إكس تربيع ناقص إكس، هنا ناقص واحد على 4، الثلاثة حتطير، إذا إكس تبعيد. مرة أحط 2 ومرة أحط إيش؟ صفر. حط الاثنين، إيش حيعطيك؟ حيعطيك 4 ناقص 2 ناقص 8 على 2، يعني ناقص 2. لما تحط صفر ما يعطيك ولا حاجة. ناقص صفر يعني صفر، الناقص كله حيكون بإيش؟ حيكون بصفر. أتمنى تكون وصلت الفكرة يا ولدي. هاي تقريبا ريفيو لكل ايش؟ الحالات اللي ممكن تجيك في ايش؟ انتجرال فيلد، انتجرال اوف ايش؟ لاين انتجرال فيكتور فيلد اوف تو فيريبل. اجين اذا هي كونسرفتيف والباث كلوزد التكامل بصفر، كان مثال ثلاثة مثال عليها. لو هي كونسرفتيف والكلوزد والباث مو كلوزد، فهي ايش؟ بوتنشال فانكشن عند نقطة النهاية ناقص بوتنشال فانكشن عند نقطة البداية، كان رقم 2 مثال عليها. شوف رقم 2 كان مثال عليها. الحالة الثالثة هي تكون ايش؟ الاف مو كونسرفتيف والسي كلوزد سمبل كلوزد وبوزيتيفلي اورينتد، كان مثال 4. شوفوا ما هي كونسرفتيف والسي الباك كلوزد، إذا تسوي ايش؟ جرين ثيريز. الحالة الرابعة هي أول واحد عندنا. أول واحد عندنا كان ايش؟ يمثل الحالة ايش؟ الرابعة. أتمنى تكون وصلت الفكرة يا ولدي. بالتوفيق إن شاء الله.